مرحبا بكم في برنامجكم دوق وتمتع. في هذه الحلقة عندي لكم واحد المفاجأة أو لا واحد الحلوة اللي قديمة ولكن بغيناها للتجديد، هي حلوة الغراف. حلوة الغراف كي كنعقلوا كان داك الزيز وقت تنقولوا لها حنايا، كنعقدوا لها بالسلك الغراف اللي كان ديال الحليب ديال الألومنيوم وكندير الحديدة. دابا تقدمات الوقت، دابا لقينا هذا في السوق، قلبت على الآخر مع الأسف ما لقيتوش في السوق ولكن لقيت هذا. إذن أول حاجة بطبيعة الحال إحنا محتاجين العجينة. العجينة كاين فيها الدقيق، كاين فيها بيضة، شوية دقيق بيضة، الملحة، السكر والسكر فاني، الخميرة ديال الحلوة. من بعد كنخليوها ترتاح واحد 15 دقيقة. من بعد ما خلينا العجينة ديالنا تسرح 15 دقيقة وقطعناها على شكل كويرات بحال هكا، كنجمعوهم بحال هكا على شكل كويرات، وكدابا غادي نقرصوها. بسم الله. الزيت كتحاول تقبل العجينة باش تسهلها التسراح. ودابا نحاولوا نديروا ارق ما يمكن العجينه ديالنا. ودابا كيف كتشوفوا قريب نشوفوا قاع ديال البلاطو، ومن بعد ندوزوا الجراره هنايا من الوسط. هذه العمليه قديمه. ودابا كنهزوا هذه من هنا وكندوروها. ودابا غادي نخليوها طيب، ندوروها نخليوها تشد الفورما ديال الغراف. ودابا منين تحمرات الحلوة ديالنا غادي نجبدوها بالكروشي. بسم الله. شوف كي تبارك الله كي مذهبة كورة، ومن بعد غادي نحطوها باش تسقطر من الزيت في قاعد بابي سوبالا. وتبارك الله كي خفيفة. دابا غادي ندوزو للمرحلة الثانية، وهو باش غادي نأكومبانيو هاد أو غادي نقدموها اللي غادي يمشي معاها، وهو واحد الصلصة اللي غادي تكون بالكوفيتير و مايزينا الحليب ومزهر. تبعوا معايا. ودابا غادي نوجدوا الكريمه ديال المشمش. بسم الله. اذا عندنا الكوفي ديال المشمش، شويه الحليب، شويه مايزينا، هادشي غير صوص الصلصه. عرفتوا كنديروها مع الجوهره او كنديروها مع مايزينا، غادي نزيدوها حتى هي. هاد الصوص الصلصه هادي كنديروها مع الجوهره او البصيله الحليب. كنقصحوا الحليب بهاد المايزينا، كنزيدوا فيه شويه مزهر، كيقصح، وكنزيدو فيه شويه مزهر وشويه ديال السكر، كنحركوه مزيان، ومن بعد كنحتفظوا فيه بالثلاجه باش يبرد ويوقف. من بعد ما طيبنا الكريمه ديالنا حطيناها في الثلاجه باش تعقد وتبرد. ودابا غادي نخلطوا الكريمه ديالنا بمزهر، غادي نزيدوها مع الكوفيتير ديال المشمش، نخلطوهم الماء داق راه لذيذ وزوين. وغادي نحركوهم بواحد الفوي، مزيان. ودابا تبعوا معايا، دابا غادي ندوزو للتقديم. غادي نحطو الكريمة ديالنا، نديرو الكريمة ديالنا. قاع ديال التبصيل، وغادي نحطو حلوتنا د الغراف بحال شي عروسه، وغادي نزيدو فوق منها السكر كلاسي. ودوق وتمتع.